اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزول الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم وفقه وولي عهده
إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، ومن بذل وإنفاق وإحسان. اللهم اجعلها علينا وعليهم مخلوفة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التوفيق والنجاح لأبنائنا وطلابنا وفتياتنا. اللهم اكتب توفيقهم ونجاحهم وصلاحهم وفلاحهم، واجعلهم لأوطانهم قرة، واجعلهم لبلدانهم مسرة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم حصن حدودنا وثغورنا، وانصر رجال أمننا بقوتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما دامت الأرض والسماء.